كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وذلك بمناسبة حصول المنتخب الجزائري لكرة القدم على لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه وتمنى جلالته لفخامه الرئيس الجزائري دوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والنماء